تقولين؟ مشعل يتزوج علي؟ انت زوجته بعد؟ انا ما ادري انه مشعل متزوج، ومشعل قال ابوي انه زوجته متوفيه وما عنده عيال. الله ياخذك الله ياخذك يا مشعل، شو اسوي يا ربي شو اسوي؟ شوفي تفضلي هذا العقد، شوفي هذا موثق بالكويت. الله ياخذك الله ياخذك، انت كانك بتذبحني. الله ياخذك. لو ادري كذي والله ما كنت تزوجته صراحه. مشعل وهمني بشغلات كثيره، ضحك علي انا وابوي. ايش قايل لكم هالمشعل بعد؟ ايش قايل؟ قال انه تاجر كبير وعنده عمارات. بيني وبينك احنا عائله فقيره، سبع خوات، ابوي بعذره، اذا ما جاب لنا شيء ما رح ناكل، قلنا هذا كنز منفتح لنا. زين وبعدين صار؟ خلاني بالمغرب وراع الكويت، ابوي اتصل فيه، قال لي خذ معاك عيالك للكويت. وش رد عليه مشعل؟ طبعا رفض. وبعدين صار؟ لما كبروا عيالي لازم يدرسون، قرر انه ياخذنا على الكويت. وش كثر صار لك بالكويت؟ صار لي سنتين. سنتين؟ شلون يعني عايشه سنتين؟ انا حسيت بلحظه انه مشعل تغير او انه مشغول بشيء او انه غايب عن البيت. شلون يعني شلون شلون؟ فهميني فهميني اكثر، شلون عايشتي سنتين هني وانا ما حسيت؟ شلون؟ أجر لي شقة بالأسبوع يجيني بس مرة. لما قلت له خلينا نشوف أهلك رفض. أكيد أكيد بيرفض أكيد. زين شلون عرفتي مكاننا؟ شلون عرفتي عنوان البيت هذا؟ شلون؟ منو دلك على المكان هذا؟ تخيلي ثلاث شهور مو دافع إيجار، راعي العمارة يبي يطردنا من الشقة. شلون رفعتي السماعة وكلمتي مشعل؟ بعدين قررت إنه أكلم الحارس، هو اللي عطاني عنوانكم، قررت إني أجي. الله بالخير يبا. طرش وراي خير إن شاء الله. أوه هذول شو يسوون هني؟ انت تسكت ولا كلمه، ما تحاكيهم، تحاكيني انا. منو هذين؟ اتحاكى منو هذين؟ هذول حريمي. حريمك؟ دام انك تدري ان عندك حريم، ليش مسوي فيهم كذي ومحسر فيهم؟ بعدين تعال، شنو سالفه هالكذب اللي طالع لي هاليومين؟ عمرك ما كنت كذي، ولا انا ربيتك على هالشيء. ريال ايش كبرك شعرك؟ ابو عيال تمشي وتكذب؟ الناس يقولون هذا بيت ابو مشعل كذاب.